السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله نبدأ، وصلاة وسلاما على سيدنا أشرف الخلق خير البرية سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وقدوتنا، عليه صلاة وسلاما وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. في هذه الليلة الطيبة العطرة من شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي فيه وحده ليلة خير من ألف شهر، هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يطيب لنا ويطيب لوزارة الأوقاف أن تقيم هذه الملتقيات، تلك السنة المحمودة والتي تتمثل في جلسات علم تحفها الملائكة، نستمع فيها إلى آراء علمائنا الذين نأخذ عنهم العلم. في هذه الليلة سيكون الحديث عن صلاة القيام، قيام الليل، وفيها الكثير والكثير من الآراء. ربما يعتقد البعض أن هذا الاختلاف دليل ضعف في الحجة، لكن اختلافهم رحمة، ومن هنا نأخذ عن أساتذتنا الأفاضل هذا العلم، طارحين لما كان هذا الاختلاف وكيف. في هذه الليلة ونحن نتحدث عن الصلاة، وهي الصلة بين العبد وخالقه، قال الله تعالى في محكم آياته: اسجد واقترب، هو أمر واضح قطعي الدلالة. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله استنى سنة، وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحتى سنته المشرفة هي بالنسبة لنا طريق هداية، كل جوارح الإنسان تسعى للاقتراب من الله سبحانه وتعالى الخالق والمثول بين يديه سبحانه وتعالى. هذا الجسد الفاني كيف له ألا ينتهز كل فرصة للاقتراب من الله سبحانه وتعالى؟ أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو شرف، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، هي فريضة ونافلة وسنة محمودة استنها صلوات الله وسلامه عليه، ليتخفف هذا الجسد مما يعيق من السمو والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يتيح لعباده ويمهد لهم الطريق ليكونوا تحت مظلة رحمته التي وسعت كل شيء. وإذا كانت الآيات الكريمة حثت النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل وترتيل القرآن، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه بين فضائل قيام الليل وصلاة الليل لأنها كفارة للسيئات ومنهاة عن الآثام. في البداية يشرفني أن أرحب بأساتذتنا وعلمائنا في بيتهم، الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فأهلا به ومرحبا. شكرا وتحية للدكتور محمد عزت محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
أهلا فضيلة الشيخ، واسمحوا لنا أن يكون خير ما نبدأ به تلك الليلة هو آيات من الذكر الحكيم، حيث سورة المزمل، والتي جاء فيها هذا الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ المقرئ أحمد تميم المراغي يتلو علينا ما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
بك فحدث باسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ الله يكرمك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى خاطب سيد الخلق موجها ومعلما، ومن أفضل ممن علمه الله، ممن أدبه فأحسن تأديبه؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم حين يخاطبه رب العزة فيقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. يتساءل البعض: هل يعني هذا أن قيام الليل أقرب ما يكون إلى الفرض بحكم أنه ورد في آية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت؟ هل هي فرض؟ هل هي سنة؟ ما حكم صلاة قيام الليل؟ وما الفرق ما بين صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد، وكلها صلوات تهدف إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ كثير من الأحكام يحدثنا عنها الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمد محمود أبو هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمدي، وأنت حقا غياث الخلق كلهم، وأنت هادي الورى لله ذي الأمم. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرض الصمد، يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فروى الجيش ذي العدد. إني إذا سامني ضيم يروعني أقول: يا سيد السادات يا سندي، كلي شفيعا إلى الرحمن من زلل، وامن علي بما لا دار في خلدي. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية نشكر لمعالي وزير الأوقاف إقامة هذا الملتقى الفكري في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه سنة حسنة ابتدأتها وزارة الأوقاف وتحافظ عليها، فنشكر للوزارة ولمعالي الوزير هذه السنة الحسنة التي نلتقي فيها في كل عام على مائدة العلم
وفي رحاب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نتحدث في هذه الليلة عن قيام الليل. وقيام الليل كان فريضة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما استمعنا إلى القارئ الكريم وهو يتلو: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فعل أمر. فقيام الليل فريضة في حق سيدنا رسول الله، سنة في حقنا نحن أبناء الأمة الإسلامية. قيام الليل سنة في حقهم، أما في حق سيدنا رسول الله كان فريضة، ولذلك قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة لك أي فريضة عليك زيادة عن الفرائض الخمس، لكي تصل إلى المقام المحمود الذي أعده الله لك، التي يحمدك عليه أهل الأرض والسماء، وهو أفضل مكان في الحياة الآخرة، وهو المقام المحمود الذي سيتبوأه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تروي لنا السيدة عائشة كان يقوم الليل حتى تتورم منه الأقدام، فتقول له السيدة عائشة: لما كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهنا وقفة: هل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنوب؟ وهل بعد الرسالة والبعثة الشريفة وما تأخر يكون له ذنوب صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: هذا من باب يسمى حسنات الأبرار سيئات المقربين. بمعنى لو جاء سائل وسألني فأعطيته 10 جنيهات سيشكرني ويكون مشكرا جدا والحمد لله ويدعو لي، ولكن هذا السائل لو سأل ملكا من الملوك وقال له أعطني فأعطاه 10 جنيهات هل يقبلها منه؟ لا، في حقه تعتبر سيئة. فهذا مهما كانت عبادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما قام الليل والنهار وصام النهار وفعل، كل هذا لا يساوي المكانة والمنزلة التي أنزله الله إياها والتي أعدها الله له. فكل هذا لا يكافئ الشكر على المنزلة التي أعطاه الله إياها. فلذلك مهما فعل لا يعد شيئا بجوار ما أعطاه الله وما أنعم الله به وما تفضل الله به عليه من المنزلة التي لم تكتب لأحد من الخلق، لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء ولا المرسلين. فقد علا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك يصور ذلك شوقي في شعره فيقول: رحمة كله حزم وعزم، وعصمة وحياء، لا تحل البأساء منه عرى الصبر، ولا تستخفه السراء، كرمت نفسه فما يصدر السوء عن قلبه ولا الفحشاء، ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى قيام الليل في حقنا نحن. قيام الليل في حقنا سنة، وهو سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه في الجوف الأخير من الليل، أو في جوف الليل الأخير، وهو قيام الليل. وكلنا يحاول
أن يدرك ليلة القدر. فكيف ندرك ليلة القدر؟ أولا، أنعم الله علينا في رمضان بخمس ليالي قدر، ليست ليلة واحدة. نأتي إلى الحديث الأول: إذا كان أول ليلة نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. فأول ليلة من ليالي رمضان هي ليلة قدر. الليلة الأخيرة كذلك، إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم. قيل: هي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العمال إذا انتهوا من أعمالهم وفوا أجورهم. فآخر ليلة من رمضان هي ليلة قدر، ليلة مغفرة كاملة. ثم تأتي ليلة القدر التي اختصها الله بهذه الأمة، والتي هي خير من ألف شهر، والتي هي في العشر الأواخر من رمضان، كما جاءت روايات كثيرة عنها. ثم يأتي حديث آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى صيام رمضان يعتبر ليلة قدر. والخامسة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن قيام رمضان يجعلك تدرك ليلة القدر، فهو يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وإن أدركت ليلة القدر فالخيرات والخيرات كثيرة، فهي خيرات وبركات من الله ونفحات من الله نحن في حاجة إليها. ولذلك نجد أننا لو أعملنا العقل في الحديث الذي ورد عن صلاة الرجل في بيته وصلاته في مسجده، فصلاة في المسجد أو في جماعة تعدل صلاته ب27 درجة، وصلاة الرجل في فلاح أي في الصحراء تعدل 50 درجة. يعني ثواب صلاة الصحراء ليه؟ لأنها بعيدة عن الرياء، لأنك تصلي في مكان لا يراك فيه إلا الله. إحنا عندما نأتي إلى المسجد يراني هذا وذاك، ويراني الناس وأنا ذاهب إلى المسجد، ويراني الناس وأنا عائد من المسجد، ويراني الناس وأنا في الجماعة في المسجد. أما الصلاة في فلاح لا يراك أحد، فأنت تصلي لله، ففيها قمة الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. كذلك صلاة الليل، صلاة الليل لا يراك فيها أحد، بعيدة كل البعد عن الرياء، وبعيدة كل البعد عن أي مظهر من مظاهر الدنيا. إنما تقوم تترك فراشك وتترك راحتك وتتلذذ بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المحبوب الأعظم سبحانه وتعالى. فهذه صلاة ليس فيها أي مظهر من مظاهر النفاق، ولكنها صلاة الصادقين، صلاة الأوابين، صلاة المخبتين، صلاة المخلصين، صلاة المحبين، وهي صلاة الليل. وتأتي أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله أنه صلى 8 ركعات وأوتر بثلاث في 11 ركعة، وتأتي أحاديث أخرى أنه صلى 12 ركعة وأوتر بثلاث، يبقى دي 15، وتأتي أحاديث بأنه صلى 20 ركعة وأوتر بثلاث. كل هذا لا خلاف فيه، ولكن ليبين لنا سعة الإسلام ورحمة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا استطعت أن تصلي 8 ركعات فأهلا وسهلا، إذا استطعت أن تصلي 12 ركعة، إذا استطعت أن تصلي 20، كل واحد حسب استطاعته وحسب مقدرته. طب إذا استطعت أن تصلي 100 ركعة، هل يمنعك أحد؟ أو هل هذا ممنوع؟ ليس ممنوعا، ولكن كل إنسان يصلي على حسب الوقت الذي يسمح له وعلى حسب طاقته، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذه الصلوات إنما هي
ترفع الدرجات، إذا أردت أن ترتقي النوافل هي التي ترقي الإنسان، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيدنه. فطريق التقرب من الله والترقي في درجات الجنة هو كثرة النوافل، ومن أفضل النوافل وآكدها قيام الليل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا يبلغها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا هو. ولذلك عندما نسمع الأذان لابد أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ثم نصلي على سيدنا رسول الله، ثم ندعو له: اللهم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قالها وجبت له شفاعتي. ونحن جميعا في حاجة إلى شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يدخل الجنة أحد منا بعمله مهما كثر، ومهما قمنا الليل وصمنا النهار، لا يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن هذا لا يكافئ شكر الله على نعمة واحدة، وهي نعمة من نعمه، نعمة البصر، كما جاء في أحاديث أخرى. ولكن كلنا في حاجة إلى شفاعة سيدنا رسول الله، فنتعلم من هذه الليلة إن احنا كلما نسمع الأذان نقول مثل ما يقول المؤذن، ثم نصلي على سيدنا رسول الله، ثم نسأل الله الوسيلة لسيدنا رسول الله والدرجة العالية الرفيعة، حتى يشفع فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات، من أتى به فريضة كان أدى 70 فريضة مما سواه، فالثواب 70. فعلينا أن نكثر من قيام الليل، وأن نبتعد عن الكذب، نبتعد عن الغش، نبتعد عن النميمة، نبتعد عن الغيبة. كل هذا يعني يقلل ثوابك في الصيام، يعني مش عايزين نقول يبطل الصيام، ولكن يعني يأخذ كثيرا من ثواب الصائمين. فعلينا أن نكون صادقين، ألا نكذب في نهار رمضان، ألا نصخب، ألا نرفع أصواتنا، ألا نسب أحدا، وإن سبك أحد أو فلتقل إني امرؤ صائم بهدوء، ألا يعني نغتاب أحدا، ألا ننم في أحد، ألا نذكر أحد بسوء، ولو كان من أهل السوء لا تذكره بسوء لأنه يكره هذا الذكر. علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق في نهار رمضان، لأنها أشبه بأخلاق الملائكة. أنت في رمضان أنت شبيه بالملائكة، أنت الملائكة لا تأكل ولا تشرب، أنت مباح لك الطعام والشراب لكن تمتنع عنه، الملائكة لا تتزوج ولا تتناكح، أنت عندك زوجاتك وتمتنع عنهن في نهار رمضان، لا تستطيع أن تأتيهن، فأنت في نهار رمضان شبيه بالملائكة، وفي ليل رمضان أيضا شبيه بالملائكة، قائم قانت لله، لأن الملائكة يعبدون الله لا يعصون الله ما أمرهم. فأنت في نهار رمضان وفي ليل رمضان شبيه بالملائكة، وأنت أفضل من الملائكة، لأن الملائكة ليس فيهم غريزة، أنت فيك الغريزة، ورغم ذلك تفوقت على الملائكة. فنرجو أن نخرج من هذا الشهر الكريم وقد أخذنا درسا منه في قيام الليل، وألا نوقف أو نجعل قيام الليل في شهر رمضان فقط،
فقيام الليل سنة في جميع الليالي، وخير الأيام هو الخير الذي عبدت الله، كما يقول الحسن البصري: كل يوم تطلع شمسه يقول: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. العبادات أساسا تؤثر في سلوكنا، يعني لما بنعبد ربنا اللي هو ربنا هتفيد صيامنا ولا صلاتنا؟ لا يستفيد، ولكن عشان تأثر في سلوكنا. فإذا اعتدنا عبادة علينا أن نستمر عليها. اعتدنا من رمضان الصيام يبقى نقدر نصوم أيام كده في باقي السنة، مثل الاثنين والخميس والسنن والأيام البيض من كل شهر اللي هو 13 و14 و15 وما نستطيع أن نصوم. قمنا الليل في رمضان تعودنا عليه، يبقى في غير رمضان نقوم الليل، ومش لازم بنفس كيفية رمضان، بما نستطيع ونتعود عن هذا، حتى تكون أو يكون الشهر أو العبادة أثرت فينا فعلا وفي سلوكنا، وكان لها تأثير إيجابي علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ونحن في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة، نتدارس أمور ديننا تحفنا الملائكة، نستمع إلى خير الكلام القرآن الكريم، ونستمع إلى أهل العلم أهل الذكر يحدثون عما نرغب في علمه، نزداد منهم علما على علمنا، ونتخذ منهم قدوة في هذه الليلة والحديث عن صلاة قيام الليل. هناك الكثير من التساؤلات عبر محركات البحث الإلكترونية، عبر الإنترنت، أحيانا نجد منها ما هو معروف بالضرورة أو معلوم بالضرورة في الدين، لكن هناك من يتساءل. نستمع إلى الدكتور محمد عزت محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وربما نطرح عليه بعض هذه التساؤلات عن صفة صلاة قيام الليل، عن عدد الركعات، وقد تباينت ما بين مرة وأخرى أداها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من عدد من الركعات. أيضا التوقيت الأنسب لصلاة قيام الليل. أيضا هل هناك فضل لصلاة قيام الليل في شهر رمضان عن غيرها من صلاة قيام الليل في باقي أوقات العام؟ الكثير من هذه التساؤلات نطرحها ويطرحها الكثيرون، يجيب عنها ويضيف عليها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عزت محمد. تفضل يا دكتور. أحمدك يا الله حمد الشاكرين، وأشكرك شكر الحامدين، وأستلهمك فأنت الملهم، وأطلب مددك فمنك المدد وعنك المدد. اللهم لا علم لأحد إلا من علمك، فمنك العلم، ولا خير لأحد إلا من خيرك، فعنك الخير، ولا فضل لأحد إلا من فضلك، فبك الفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نتقدم لوزارة الأوقاف ولمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الأنشطة الثقافية
بخالص الشكر والتقدير، كما نتقدم للهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قناة النيل الثقافية التي تبث هذا الملتقى الفكري الإسلامي الذي يضم مجموعة من مشايخنا وعلمائنا في الأزهر الشريف، كما أنه لمن عظيم الشرف لي أن أكون بجوار شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. فأهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا أنفاسه صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن صاحب هذا المقام الشريف سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. بداية، إن أهل الله سبحانه وتعالى بيّنوا لنا أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، حتى قالوا لنا جملة: أحبه فملكه ولو كرهه ما خلقه. أحبه فملكه ولو كرهه ما خلقه. ولذلك من محبته لنا فتح لنا أبواب الطاعات، فتح لنا أوقاتا لمغفرة الذنوب. فالله سبحانه وتعالى من أجلنا نحن، من أجل عباده، جعل رمضان، وكما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جعل لنا الحق سبحانه وتعالى يوم عرفة، فصيامه يكفر سنة ماضية وسنة قابلة. جعل لنا الحق سبحانه وتعالى الثلث الأخير من الليل ينزل فيه الحق سبحانه وتعالى فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالله سبحانه وتعالى من محبته لنا فتح لنا هذه الأبواب: إن لكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، فلا يشقى بعدها أبدا. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يهيئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي، لما أراد أن يهيئه للرسالة قال له صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نداء وصوت من السماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنك على مشارف أمر عظيم، أمر جلل، أمر مهم تحمل فيه الهم، فلا بد أن تكون لك فيه ساعة مع ربك سبحانه وتعالى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صوت من الكبير المتعال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم للقيام بأمر عظيم شاق، فلا بد أن يكون متهيئا لذلك بأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مناجيا ربه جل وعلا. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يروي ذلك لنا الإمام أحمد عن سعيد بن هشام أنه أتى سيدنا ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا ابن العباس، أخبرني عن وتر رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سيدنا ابن عباس: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى. قال: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها أعلم خلق الله بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ذهبت إليها وأخبرتك بوتر رسول الله وقيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعد وخبرني بما قالت. فيقول سعيد بن هشام: فذهبت إلى السيدة عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، خبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: أولست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: فهممت أن أقوم وأذهب، إلا أنه بدا لي أن أسأل عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: يا أم المؤمنين، وما قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: أولست تقرأ سورة المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله سبحانه وتعالى فرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل، فقام هو وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عليهم في آخر الصورة. ثم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في آخر الحديث: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شغله عن قيام الليل شيء من نوم أو جوع أو مرض فكان يصلي من النهار 12 ركعة، كان يصلي من النهار 12 ركعة. قيام الليل أمر يجعل الإنسان في صلة مع ربه سبحانه وتعالى كما سمعنا من شيخنا، لأنه يكون مع محبوبه سبحانه وتعالى. لكن هناك أمور تعينك على قيام الليل، من أهمها أن تعرف ما هو فضل قيام الليل. الله سبحانه وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل موضوع هو الصلاة، وإن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل. يكفي أن قيام الليل فيها ساعة إجابة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها بخير الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، وذلك في كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أن ثواب قيام الليل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الإمام البيهقي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس جميعا في صعيد واحد، فينادي مناد: أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيقومون وهم قليل، فيقال: ادخلوا الجنة، فيدخلون الجنة بلا حساب، ثم يؤمر بالآخرين فيقفون موقف الحساب.
فقيام الليل فضله كبير عند الله سبحانه وتعالى. لو تذكر الإنسان هذه المعاني لن يستثقل أبدا أن يقوم ولو لحظات بسيطة فيقف بين ربه سبحانه وتعالى فيناجيه. هناك أسباب ظاهرة تعين الإنسان على قيام الليل، منها قلة الطعام، فأهل الله سبحانه وتعالى علمونا أن طريق الله سبحانه وتعالى يقوم على أمور أربعة: قلة الطعام، وقلة المنام، وقلة الكلام، وقلة الأنام. فقلة الطعام تعين الإنسان على أن يقوم من الليل فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو المعنى الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه. فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وكان أهل الله سبحانه وتعالى مع تلاميذهم ومع مريديهم يقفون على مائدة الطعام فيقولون: لا تأكلوا كثيرا حتى لا تشربوا كثيرا فتنامون كثيرا فتتحسرون على ذلك كثيرا بعد الموت. من الأسباب الظاهرة التي تعين الإنسان على قيام الليل البعد عن الذنوب والمعاصي. أحد الصالحين يقول لشيخه: أجهز نفسي لقيام الليل، وأجهز طهوري لقيام الليل، إلا أنني أنام ولا أقوم. فقال له: يا ولدي، قيدتك الذنوب عن الوقوف بين يدي الواحد القهار، قيدتك الذنوب. سيدنا سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أصبته. حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أصبته. الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا وتخفيفا علينا جعل أن من يصلي العشاء والفجر في جماعة مع الإمام فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء مع الإمام فكأنما قام نصف الليل. من رحمته بنا سبحانه وتعالى جعل قيام الليل على حسب مقتضيات الأحوال، فالعابد الزاهد قيامه لليل ذكر ودعاء وتبتل ومناجاة وصلاة وقراءة قرآن. وقيام الليل بالنسبة للعالم هو التعلم والمذاكرة واستنباط الأحكام لصالح العباد والبلاد. وقيام الليل بالنسبة لصاحب الحرفة والصنعة إتقان حرفته مع قيامه ولو لحظات بسيطة قبل الفجر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رحيم بنا، الله سبحانه وتعالى يحبنا، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقبل عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يبلغنا ليلة القدر،
وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. ذكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عزت فيما ختم به هذه الكلمات الطيبات التي أوضح لنا من خلالها الكثير عن فضل صلاة القيام، وأصاب فكرة هي التوفيق، أن يوفق الله عباده لما يحب ويرضى، التوفيق لأداء الفرائض، التوفيق لأداء النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه، التوفيق لأداء السنن وغيره من الأعمال التي يحبها الله ويتقرب بها عباد الله، يتقرب بها عباد الله إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وهنا أدفع بهذا السؤال للأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم عن تلك الأمور التي تدعو الله سبحانه وتعالى، إنجاز التعبير أن تدعو الله، هذا المصطلح وهذه المفردة لا أعرف إن كانت تجوز أم لا في الحديث عن رب العزة سبحانه وتعالى، وقد فرض علينا التأدب في الحديث عن رب العزة، لكن اعذروا جهلي إن كنت أجهل هذه النقطة. ما الذي يجعل الله أو يمنع توفيق الله عن عباده لأداء تلك الأمور، الفرائض والنوافل والسنن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية عن المفردة التي سألت عنها في حق الله، فهذا جائز كما يقول العلماء من باب المشاكلة، ولهذا جاء في الحديث الشريف عندما قال صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا معاذ بن جبل ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال له: يا معاذ، أما تدري حق العباد على الله، حق الله على عباده؟ فسكت، قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت ساعة وقال: يا معاذ، أما تدري حق العباد على الله؟ فالعلماء هنا قالوا هذا من باب المشاكلة، ليس لك حق على الله وليس للعباد حق على الله، ولكن من باب المشاكلة. فقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله إذا فعلوا ألا يعذبهم. فيعني هي من باب المشاكلة، فهي جائزة في حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما وعدنا ووعده حق، فصار يعني ما نقوله كأنه حق عليه من كريم أخلاقه ومن كريم فيضه وكرمه وجوده على عباده سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى ما يمنع من قيام الليل، أو ما يمنع العبد من الخيرات، أو ما يمنع العبد من نفحات الله سبحانه وتعالى ورضوان الله عليه. هذا الأساس في العبادة الطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا خلقنا للطاعة. عندما يعصي الإنسان الله سبحانه وتعالى، المعاصي هي التي تمنع العبد وتكون حجابا بين العبد وربه، وكثرة المعاصي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة كويسة، وهي ان احنا نتوب، التوبة، واذا احدثت ذنب نحدث له توبة. يعني قد اتوب واحدث الذنب مرة اخرى فاحدث توبة، فكلما احدثت توبة كأني لم اذنب. من كرم الله سبحانه وتعالى اذا تاب العبد وقبل الله توبته كأنه لم يذنب، بل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا كانت توبة صادقة فهذه السيئات نفسها تبدل حسنات. فليحجب العبد عن ربه هي المعاصي والذنوب. فعلينا أن نقتلع أو نبتعد عن المعاصي والذنوب
وإذا وقعنا في المعاصي والذنوب أن نحدث توبة لله سبحانه وتعالى، عسى أن يتقبلنا ويعيدنا إلى طريق الله وإلى طريق الحق والصواب إن شاء الله. إن شاء الله. آمين آمين آمين. وهنا ربما يشير فضيلة الشيخ محمد محمود أبو هاشم الأستاذ الدكتور أستاذ الحديث وعلومي بجامعة الأزهر، حين قال رب العزة سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، ولم يرد هنا فاصل ما بين الدعوة والاستجابة، إذن فقد جعلها الله سبحانه وتعالى أيضا فرض، أليس كذلك؟ فرض على الله. إن لم أخطئ، إذا أخطأت فردني من فضلك يا دكتور. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي على طول إن شاء الله، وأنت فقل لهم فإني قريب على طول إن شاء الله. أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، على هذه المعلومات القيمة، وهذا فيض من علمه. وأيضا أشكر فضيلة الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشكر موصول أيضا لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام التي أتاحت لنا مثل هذه المجالس التي نسعى إليها جميعا، ونرجو أن تعمم على مدار العام وليس فقط في شهر رمضان في مثل هذه الأماكن الطاهرة التي احتوت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا موصولا لاتحاد الاذاعه، عفوا، الهيئه الوطنيه للاعلام ورجال الهندسه الاذاعيه الذين نجهدهم معنا دائما، شكرا لرجال مسبيرو العظيم، شكرا لحضراتكم. لكن نختتم هذا اللقاء بابتهال المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، فليمتعنا بابتهال إلى الله سبحانه وتعالى نختتم به هذه السهرة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. رمضان يا شهر الصيام تحية، رمضان يا شهر الصيام تحية، يا خير شهر كله رضوان، أقبلت في حلل الوفاءة والتقى في صورة ما صاغها فما سارك رحمة وجنان، والنور يمشي في ركابك خاشعا مرحبا ف
فأبشر أيها الإنسان رمضان شهرك قد أتاك فلا تنم رمضان شهرك قد أتاك فلا تنم واعبد إلهك إنه المنان يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالبركات تمحى ذنوب العبد فيه بتوبات وكأنه قد عاد من عرفات لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا وفي المحراب صلينا سألنا الحق يعطينا ودمع الشوق منهمر فقد جئنا مريدين فقد جئنا محبين فلا عذر ولا لوم فلا عذر ولا لوم فنحن نحب نبينا لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا وفي المحراب صلينا سألنا الحق يعطينا ودمع الشوق منهمر فقد جئنا مريدين فقد جئنا محبين فلا عذر ولا لوم فنحن نحب نبينا وفي طه لنا شرف لحاضرنا وماضينا المسك فاع المسك فاع لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك الله الله كرنا رسول الله والنور لاح نور لاح لما حضرنا أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي
ايه اللي غير احوالي غير الغرم برسول الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على سيدنا صلى الله على محمد اللهم صل وسلم عليه النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما بعدد خلق الله من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير ختام لهذه الجلسة الطيبة العطرة في مسجد الإمام الحسين بن علي من هذا الملتقى ملتقى الفكر الإسلامي في ليلته الخامسة الليلة الخامسة من شهر رمضان الكريم نختم هذا اللقاء ونترككم في رعاية الله وأمنه إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.